إن مقام الدعوة إلى الله تعالى مقام عظيم ومرتبة عالية، لأنه مقام صفوة الخلق من الرسل الكرام وخلفائهم الراشدين ومن بعدهم من الأئمة الأعلام الذين خلفوهم علماً وعملاً ودعوة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن الدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان به إيماناً جازماً في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وحفظ الحقوق وإقامة العدل حتى يتحقق الإخاء والمودة بين المؤمنين.